سامسونج تعقم هاتفك الذكي مجاناً. أمازون تزيد رواتب موظفيها. الإيطاليون يحاربون في كول أوف ديوتي. أساليب وطرق تكنولوجية متعددة من أجل التغلب على فيروس كورونا المتفشي في دول العالم. رغم الاتهامات الموجهة للتكنولوجيا بتقليل التواصل المباشر بين البشر، فإنها قد تتمكن من تلميع صورتها بفضل فيروس كورونا والحجر الصحي، لما توفره من نشاطات واجتماعات وحتى العمل والدراسة عن بعد. فماذا فعل الشعب الإيطالي؟ الحكومة الإيطالية فرضت حظراً صحياً على بلدات كاملة بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، فكانت التكنولوجيا خير جليس لهم، إذ كشفت شركات الاتصالات عن زيادة كبيرة في استخدام الإيطاليين للإنترنت خلال الأيام الأخيرة بسبب اضطرارهم إلى البقاء في منازلهم لساعات طويلة، مع رصد إقبال هائل على ألعاب من أمثال كول أوف ديوتي، وجذبت أكثر من 6 ملايين مستخدم خلال أول 24 ساعة منذ طرحها في مطلع شهر مارس الحالي. وأطلقت شركة سامسونج خدمة جديدة لتنظيف وتعقيم الهواتف الذكية مجاناً في مسعى لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم والبكتيريا تماماً، مثل جهاز صابون الهاتف الذي طرحته شركة فونسوب لتعقيم الهواتف من البكتيريا. أما شركة أمازون لجأت لطريقة وحيلة مختلفة، أعلنت توظيف 100,000 عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الطلبات عبر الإنترنت، مع قيام المستهلكين بالتسوق بكثافة تخوفاً من تفشي فيروس كورونا. ليس هذا فحسب، وقالت إنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة، وبواقع جنيهين استرلينيين في بريطانيا وحوالي 2 يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أبريل.